كل شيء نحسبوه فلوس وما قيس فلوس، راي الدنيا مواقف والدنيا تصرفات. طيب نختم معك اكثر بسرعه. هذا الاتعسي طريقه انه يعيط في الوتيل وخرج من الوتيل، ومعناها تعدى على النادي الافريقي. حكينا على الوضعيه بتاع النادي الافريقي والمشاكل هذيك تعديناه. ملاعبي راهو مش هذا راس كريشه، ومش معناها خاطر كلام تاع جمهور ولا تاع عاطفه. النادي الافريقي اللي عملتك جابك من صار لوحيشي من فريق مغمور، تلقى روحك تلعب في مونديال ما تحلمش به انت و50 الف جوار كيفك. الطريقه الخايبه اللي صار في الوتيره طريقه ما عندكش فكره، يعني سامحني في الكلمه، عادل بلطجة وقال لك مش نمشي بالسيف وغادر الوتيل ومشي. معناها الطريقه اللي صارت نتاع النادي الغندري هي مش مقبوله. ملاعبي دولي منتخب، نعاود نقول بطبيعه السقيه هو اللي جابته والروندمون نتاعو، لكن النادي الافريقي كان سبب باش يكون موجود في المونديال. لو كان ما جاش الكلوب ساقه ما يحطهاش مش في المونديال، في 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 بطوله عربيه. ولهنا مساج للنادي الغندري انه حتى كان قعد ولكن مشى يلزمه بالطريقه يكون احلى والمساج يكون احلى. الكلام الكل اللي قالوه في النادي الغندري متفق معهم. ليكزامبل تاع محمد علي بن رمضان نفس الكلام تاع النادي الغندري، الكونتام نتاعو في 30 جوان قعد مع الرئيس قال انا الفضل الترجي ما ننساش، باش نعمل ان كلوز ليبراتوار ربح فيها الترجي اكثر فلوس، كي تجيني نمشي ومش نكمل سيزون تاعي ونلعب شامبيونز ليغ. المفروض كان النادي الغندري يتصرف كيما محمد علي بن رمضان. قعدوا معاهم. طيب نمشيو لمباراه اتحاد بنقردان ومستقبل سليمان، ايضا مقابله هامه لاتحاد بنقردان لتاكيد مركزه في الطليعه، موجود في الطليعه برصيد 26 نقطه، في حين مستقبل سليمان في المركز الخامس ب 16 نقطة. يلا طارق. بنقردان عمل بارتي الأولى ممتازة جدا. بنقردان ولت عنده ثقافة نتاع الانتصار. بنقردان يعرف يجيب الملاعبية ما بين قوسين، الملاعبية المكسورين، الملاعبية اللي أمي فور، الملاعبية المنسيين، وبعد يلنصيهم. دونك مش يساوم غدوة مع فريق عنده افكتيف معنا تري ريدوي اللي هو مستقبل سليمان، ما عنده برشا مشاكل رغم اللي عمل برشا بارتيات بهين. نتصور كيف بنقردان مش يكون في تاريخ مفتوح انه يجيب 3 نقاط ومش في يساوم فيها، لانه هي اللي مش تعطيه نقاط الحوزة. العربي كنت مدرب مساعد في اتحاد بنقردان، شنو هي الاسرار متاع نجاح هذا الفريق الى حد الان؟ يعني بالفعل قاعد يقدم في مستوى كبير هذه المواسم، وكل موسم يأكد المستوى اللي ظهر عليه في الموسم اللي قبله، ولو أنه المشاركة متاعه في البلاي أوف ما كانتش في مستوى انتظارات جماهيره. صحيح عادل، بنقردان السنة يعني من ممكن كان مشوه أحسن فريق يعني توا معنا في البطولة مع الإتوال والإسبيرانس بيان سور، مع مستير زادة فهمت. بنقردان كي تشوف الإفكتيف اللي عنده يعني ملعبية بهين كده، عنده كامرجي وعنده العوجي، يبدأ عنده يعني وضح الزيد، يضم ثلاثة يعني من الاسبيرانس والإتوال، ومعنا وراهم أنس، وراهم يعني كيف محمد علي جويني راه يلعب في المحور، ومع شوقي بن خضر اللي لعب في اللاكس يلعب إيكيماسيون أولمبيك، معنا مطلوب من الأندية التونسية، حارس يعني ممتاز رغم خروج معنا عملوه لأحسن حارس البطولة التونسية، لكن فما استقرار. مع ذلك كل زاد رئيس نادي اللي هو جليدي قاعد معنا يقدم في أمور مادية كبيرة برشا. الملاعبية عاونا خاطر انا عشت معاهم عملاو، فما شوية مشاكل تاع بتقدر تاع فلوس تاع كل شيء، لكن السنة في بنقردان تسويت الأمور هذيا. لكن السؤال أهم عادل أنه اسكو باش تعاود كيما عام الجاي فترة البلاي أوف، معناها توا باجا وبنقردان هذوما مترشحين توا البلاي أوف، اسكو معناها باش يلعبوا في رادس لا رادس فيقس نقطة هامة عربي، مش تطاوين زاد موجود تطاوين وي، لكن المشكل أنه في الملاعب سيقع تحديد ملاعب كما قال أمين موجو وقت اللي حضر، سيقع تأمين الملاعب اللي باش تكون فيها كل المواصفات حتى يكون الفار موجود. أعتقد على نفس الشكل باش يكون في فاقس، في مستير، في سوسة، وفي ملعب حماد عقبي. إيماجين عادل توا بنقردان وتطاوين باش يقعدوا شهر ونص ولا شهر و40 يوم معنا يلعبوا بلاي أوف ألي روتور هنا فلوتلا بين الفنادق. انا عشت عملاول هذا مع عملاول، راهو كل يوم تخلص الفندق وكل يوم انا عندك معنا اجور لاعبين وعندك بريمات وعندك برشا حاجات، راهو شيء من وراء الاقل. انا فكرة شوف فكره هذه فكره لا فكره هذه والله اعطيتني فكره مزيانه اليوم، لابد النوادي هذوما الجامعه تخدم مع الاعتبار، لابد النوادي هذوما اللي هما ما عندهمش امكانيات ماديه، انت تحب تلعبني بالفار باش تعطي اليات نتاع لعب
تكون محترمه للناس الكل، عاوني في الـ في اللي بيرجمون في الاقامه نتاعهم اللي بده يعني المفروض يعني الحق حق الحق. انا احكي لك نعرف التكلفة وقت اللي سكر ملعب الطيبه ميري والنادي الصفاقسي لعبنا في ملعب المنزة نعرف شنو معناتها التكاليف بالملايين، معناتها نحكي على ملايين في اخر جولات. معلومه صغيره ما يعرفوش لعبات في اخر جولات في البلاي اوف يعني عملوا البنغردان وصلنا لترو ماتش لخلانين تلموا الفريق تعب من امور الماديه يكريوا 10 ملعبيه في شقه كبيره و10 ملعبيه في شقه كبيره وقبل ان جور نتلموا لجور دي ماتش تدخل استاج وتلعب مباراه ويطلبوكم بعد باش تطلع معنا من اجل تتويج. معناها انت كنت مدرب انا حاضر عليه في اتحاد بنغردان عملوا للاعبين يمشيوا ياجروا دار كل 10 يسكنوا في دار بيان سور تقلقنا اخويا على الاخر عملوا هذا يعني تحت على حاجه صايره في الرابطه المحترفه الاولى الرابطه المحترفه الاولى ينتمي لهذه الرابطه لانه الفريق من رمضان حتى لدخول الصيف والفريق متواجد في تونس انا باش يلعب البلاي اوف والملاعبيه ما راحتش لدارهم وفما معنا مشكل امور ماديه كبيره صارت في بنغردان ما نجموش ما نجموش تخلص الفنادق في معناها الجامعه والوزاره ما ثماش تعطي برشا للنوادي دونك اونيتي اوبليجي باش نتحيلوا على روحنا باش نكريوا الملاعبيه معنا شقق ويسكنوا ويمشوا على روحنا وصوره اخرى جوست 10 ثواني عادي لا مخلت ما سامحني كمل فكره فهمتها حبينا يوصلنا فكره نسمعوها وبعد تتفاعل مع تفضل باش نقولوا حاجه برك انا راهو النظام هذا بلاي اوف وانت طرحت اول حصه الحكايه هذه راهو اختاروه الانديه ومباراه الانديه ومفخت الانديه انتهى واضح لكن عاد الراو فما كلام قالوا كبير راو لكن سمعني لازم زاد ناخذوها كيك يتعدى كيك انت تكلمت على بنغردان الناس كل وكلامكم كل صحيح من بالك ما نرجيش كي توفى لو 5 فيفري الشامبيون نتاعها وعندها لي كونترا دي جوار نتاعها حتى 30 جوان وتقوم يترناوش وياخذوا يخلصوا فيه